السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم أشرف الزاهو المحامي. من خلال الفيديو ده هنتكلم عن جزئية مهمة جدا، وهي يعني هي بسيطة صحيح لكن مهمة جدا، رداءة الخط. النهاردة بقت من الظواهر اللي كلنا بنحس بيها سوء الخط وأخطاء الإملة. مش هنقول النحو، كلنا ضعاف في النحو، لكن خلينا نتكلم في الخط الرديء والإملة الغلط. محاضر الشرطة تلاقي أغلبها بخط رديء جدا وكلها أخطاء إملائية. حتى التحقيقات التي تتم قدام المحكمة في أحيان كثيرة بنجد خط لا يقرأ. ده حتى في تحقيقات الجنايات، محكمة الجنايات أحيانا بنفاجأ بهذا الموضوع. وأنا أحكي لكم واقعة طريفة جدا متعلقة برداءة الخط عندما تقابلك في قضية. قضية خيانة أمانة، القاضي بتعود أنه هو بيروح، هو عنده قناعة أنه هو يدي براءة بصراحة، فبيروح جايب عامل تحقيق اتنين شهود يسألهم كل واحد كلمتين بالضبط، ثلاث كلمات، ويروح مدي براءة. وكان مبلغ ضخم بصراحة بتاع موكل يعني. فعملنا الاستئناف والنيابة استأنفت، احنا استأنفنا الدعوة المدنية والنيابة العامة استأنفت الجنحة. فحقيقي انا القضية جات لي في الاستئناف، فحقيقي انا مسكت اقرا التحقيق اللي تم اللي القاضي بنى عليه البراءة، والله لم استطع ان اميز من الخط غير كلمة من وعن، من وعن، يعني كل ما في الكتابة كلمة من وعندي الوحيدة اللي أنا قدرت أعرف، لكن بقية التحقيق كله لم أستطع تحديد أي معنى أو أي كلام من اللي مكتوب. فجيت قدام محكمة الاستئناف وقلت للمحكمة والله بنفس اللفظ، أتحدى المحكمة الموقرة أن تقرأ كلمة واحدة مما سطر في التحقيق بهذا الخط الرديء. ففوجئت أن عضو اليمين ضحك يعني بصوت بسيط كده، الراجل ابتسم كده وضحك يعني مع نفسه. وفوجئت برئيس المحكمة، قال هو السكرتير محمد ده على طول كده خطه زي الزفت، أنا آسف اللفظ يعني، قال بنفس اللفظ كده. فرد المحامي الخصم اللي هو يعني البراءة مبسوط من البراءة، فقال له يا ريس نجيب محمد يقرأ خطه. خدوا بقى المفاجأة، القاضي رد عليه قال له احنا جبناه قبل كده ما عرفش يقرا خطه. انا زهلت من الموقف ده، انا كنت خايف وانا بقول للقاضي اتحداكم ان انتوا تقروا، فوجئت ان القاضي بيعاني من رداءة خط محمد. طلباتك يا استاذ؟ قلت له اعاده التحقيق يا فندم، احنا البراءة اتبنت على التحقيق ده، واحنا مش عارفين اصلا نقراه، وانا محمد مش عارف يفسر خطه. فاعيد التحقيق وقضت المحكمه بحبس المتهم شهر، وجاء بعد كده تصالح وخلصنا بالتصالح. الشاهد من هذا الموضوع ان رداءة الخط ده امر في منتهى الخطورة. ولذلك من خلال هذا الفيديو اناشد الجهات المسؤولة، سواء كان مجلس الامة او سواء كان المسؤولين في وزارة العدل، ان يهتموا جدا بتعديل القانون ليكون التعامل من خلال التعامل عن طريق الكمبيوتر، الكتابة بالكمبيوتر. مفيش داعي ان احنا، لان النهاردة ممكن يبقى ولد محترف ويحط بعض الكلمات اللي تضيع الدنيا، سواء للطرف ده او للطرف ده، احنا بنتكلم بحيادية تامة. فعشان كده اتمنى ان احنا نخرج من هذه الورطة اللي اصبحت يعني بنعاني منها جميعا في القضايا. بمسك النهاردة اي اعلانات بتبقى او محاضر بيبقى فيه صعوبة، تقعد بقى وقت طويل على ما تحاول تفصل. احنا بالخبرة بدأنا نفهم الخط الرديء ده ونميزه، لكن في ناس كتير ما بتقدرش، وانا شخصيا في حاجات كتير ما بعرفش اميزها. فياريت نعيد النظر في مسألة الخط، لان ده جزء من تحقيق العدالة وجزء مهم من وصول الحق للمستحق ليه او للناس اللي بتظلم وعايز تاخد حقها من خلال الموضوع ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.